يا هلا ومرحبا متابعينا الكرام، متابعين شركة مجمع الشامل، موقع التغطية الرياض، مخرج 29، شارع بلال، ونرفع حلقات الدوام يوميا الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 4:30 مساء. ونشوف الجديد اليوم مع الأساور الجميلة هذه. أساور تقفل فيها أكياس النايلون، تكون صناعتها تركية، وبيكون فيها 4 حبات، وبتاخذون المجموعة بسعر 5 ريال بس. توفرت من جديد الصفاية الجميلة هذه للمجرى للخضار، وكمان ممكن تنفع للصحون، قابلة للسحب، في منها اللون الوردي والسماوي، وبتاخذها بسعر 5 ريال بس. نشوف الجديد من قسم صحون السيراميك مع الأشكال الفخمة هذه، في هذا الشكل بيكون شكل تايجر، في كمان شكل ماربل، أشكالها جدا جميلة، وبتاخذون الصحن الواحد بسعر 5 ريال بس. للي يحبون الصحون باللون الأبيض السادة، وفرنا عليكم هذه التشكيلة الجميلة، تاخذون 5 حبات من هذا الحجم باللون الأبيض، وكمان في هذا الشكل تاخذون حبتين، وبيكون سعرها 5 ريال. للي طلبوا مني أصور لهم قوالب المعمول، يشوفوا الأشكال الجميلة هذه، بتجيكم خشب، في منها أكثر من شكل وأكثر من نكشة، وبتاخذون بسعر الواحد 5 ريال بس. من قسم بلاستيك والمنظمات، توفر هذا المنظم الجميل للثلاجة، بيكون في منه الشفاف، وأيضا في منه اللون الأبيض، وبتاخذون قطعتين بسعر 5 ريال بس. ونشوف الجديد من قسم المنظفات مع المعطر الجميل هذا، معطر سائل نحط على السيارات وأيضا على الأرضيات، في منا أكثر من رائحة جميلة، بيكون 125 ملي، يعني الحجم بيكون وسط، وبتاخذوا العبوة الواحدة بسعر 5 ريال بس. توفرت هذه الأشكال اللطيفة من كراسي الأطفال، بيجيكم حجمها وسط، في منها اللون الوردي واللون السماوي، أيضا في اللون التفاحي، في منها كمان ألوان أو أشكال، بيكون سعر الكرسي الواحد 5 ريال بس. وبالدور الثاني من قسم الاكسسوارات، شوف شنط البنوتات الجميلة هذه، اشكالها جدا لطيفة، وفي منها اكثر من لون، بيكون حجمها وسط، وبتاخذونها بسعر 5 ريال بس. من قسم منظمات الحمام، وانتم كرامة، في تشكيلة واسعة، بتجيكم كلها باللون الأبيض، بتجيكم طبعا بلاستيك، الحين بصورها لكم بالتفصيل السنابات الجاية.